معي من بيروت دكتور فادي نصر، استشاري أورام سرطانية في مشفى جبل لبنان. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور فادي. يعني هذا الجدل بشأن العلاج الكيماوي، فوائد العلاج الكيماوي أو عدم وجوده للآخرين، المعارضة حتى بهذا الموضوع، هو قائم أم برأيك يعني فعال من ناحية الحالات، يعني حسب حالة كل مريضة؟ مساء الخير. بالأول برجع بقول هالجدال بالعلاج الكيماوي، نحن عندنا دراسات، والدراسات بتأكد انه العلاجات الكيميائية، ناخذ مثل مثل سرطان الثدي، اكيد العلاجات الكيميائية فعالة، وهي العلاجات الكيميائية تم المقارنة بيناتها، يعني بين ما نعطي علاج وما نعطي علاج، وبالدراسات بين انه بس نعطي العلاج عم بنفيد المرضى دائما انه على أم هذا يعتمد أيضا على حالة المريضة؟ صحيح، بس لك هيدا دائما، هيدا الجواب ما فينا نجاوب عليه للأسف للأسف للأسف، لأن أنت بس تعطي العلاج لهالناس مش 100% بتجاوبوا، في قسم منهم بتجاوبوا، بس ما أنت ما فيك تخيري يا تموت أنا يا بعطي علاج وبتجاوب، على أساس هيك. والمشاكل بيعطيها العلاج الكيميائي لو كانت ممكن تكون مثل ما قلتي على طول الامد تكون مش منيحه، بس هالمريض للاسف بس يكون مثلا عنده سرطان وهالسرطان منتشر بجسمه، اذا بتعطي هالعلاج نحن بنربح وقت، بس اذا ما اعطينا علاج بيموت حاليا، يعني لانه ما في بديل بيكون بهالمرحله. اكيد ما في بديل، يعني نحن بنتمنى انه نوقف العلاجات الكيميائيه، وبعده سرطانات بلشنا نوقف العلاجات الكيميائيه، بعدد من اللوكيمياز مثلا عم نوقف العلاجات الكيميائيه، بالعدد من السرطانات اللي هن سرطانات مثلا بالرئه وين عم نعطي حبوب، يعني صرنا نميز بالخليه السرطانيه، وعلى الخليه السرطانيه في تارجت الثيرابي، يعني في شيء نقدر نتصيب عليه، صرنا نقدر نعطي علاجات مش كيميائية، حبوب تتروح على الخلية السرطانية وتقتلها. ثالث شغلة مهمة، العلاج المناعي اللي جا هلأ جديد لإلنا، صاروا تقريبا من 2010-2011 صار عم بيقوي المناعة تبعنا، والمناعة تبعنا عم تقتل السرطان. كمان هيدا أمل كبير إنه نوقف العلاج الكيميائي، بس نحن اليوم كعلاج وقائي، يعني كعلاج وقائي وصلتم إلى مرحلة مهمة، ولكن بموضوع العلاج بعد الإصابة لا يوجد بديل اليوم عن الكيماوي. صحيح، يعني مثل ما قلتي هلا 2/2/2018، يعني اليوم بعده العلاج الكيميائي عنده محله بالسرطانات، نحن بنتمنى انه ما بقى يختفي عن الكون، بس للاسف لهلا بعده العلاج الكيميائي فعال، بعده عم بيربحنا وقت، بعده في مرضى كثير عم بيستفيدوا عليه. الاستفادة اوقات مثل ما قلت ما بيصححهم هالعلاج، بس بيكسبوا عمر يعني اكثر. صحيح، بيهدي المرض، بيوقف المرض، تيكون اكتشفنا شيء جديد، وعم بيصير في كثير اكتشافات جديده، حتى لي نقدر ما بقى نعطي العلاجات الكيميائيه ونروح على اشياء اهين واسهل وتعطي فعاليه اكبر. فينا نحكي عن اي شيء من الاكتشافات الجديده دكتور فادي ولا بعد؟ اكبر عظيم كيف لك، يعني اكتشافاتين الجديده هن، اول اكتشاف كثير مهم هو العلاج المناعي، لازم نوعي الجمهور انه نحن بالسرطانات صار في علاجات جديده، هالعلاجات الجديده بنسميها العلاجات المناعيه. نعم. هذا شيء ما كنا نعرفه من قبل، شو هي هالعلاجات المناعيه؟ اكتشفنا انه الخليه السرطانيه بتعطي مواد هي مسميها انتيكور، هالانتيكور يعني مضادات حيويه بتروح على المناعه تبعنا اللي هن الليمفوسايت تبعنا، وبتخليهم لهالليمفوسايت ما بقى يروحوا ياكلوها، لان احنا صرنا نعرف اليوم انا وانت كل يوم بنعمل سرطان، وكل يوم الخلايا المناعيه تبعنا بتاكل هالسرطان، لكن هالسرطان شقفه منه، يعني تقريبا 20-40% من هالسرطانات اللي بنعملها هي مشكله بالمناعه تبعنا، انه هالليمفوسايت تي تبعنا ما بقى تروح تعرف تاكل السرطان اللي بتعملها كل يوم. نعم. لكن هالادويه الجديده، شو هي الادويه الجديده؟ بترجع بتخلي هالخلايا المناعيه تبعنا تروح تاكل السرطان، وعم نشوف فيها تجاوب هائل، يعني بسرطان الجلد. نعم. مثل الميلانوم لو كنت استاد 4 كانوا كلهم يموتوا استاد 4. نعم. ينتشر المرض بالسرطان الجلد الميلانوم، هلا تقريبا عندنا 40-60% من هالناس اللي بياخذوا علاج مناعي
جيد، أنا أعذرني انتهى وقتنا نهائيا. من بيروت دكتور فادي نصر استشاري أورام سرطانية بمستشفى جبل لبنان، عذرا عن المقاطعة.